السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ مزيان بخير. المهم اليوم نحاول نبارطاجي معكم التجربه ديالي في القرايه. فاليوم طلعت لتطوان، غنتلاقى واحد الدري صاحبي باش نراجعوا مع بعضياتنا. لقيتوني دابا واحد مول الطاكسي عذبني، طلعني لفوق. دابا كنشوف اللوكاليزاسيون باش نمشي عند الدري صاحبي. المهم دابا حنايا في تطوان عند ربش دويره، هنايا نمشي ونبداو المراجعه. عندي واحد الموديل ديال الجرامر، وبالمناسبه الجرامر هي الماده اللي ما كنحملهاش. بصراحه لان الاجواء مزيونه، كتعجبني تطوان، ما عرفتش علاش، ولكن الاجواء فيها مزيونه، فيها ما يدار. راه ما يدار زعما، راه المناظر ماشي الخدمه. الخدمه هنا ني خدمه ني والو. الاجواء هنا يا سلامه، الاجواء كي داير، الجو كي داير، يا سلام. الحلاوه دي هنا فين كنت صورت واحد الفيديو في هذه البلاصه، هنا فين كنت صورت واحد الفيديو. وكم اعشقك يا تطوان. ايوا هنا تلاقينا مهدي الشاب الجميل والوسيم، كيدير واحد الحركات غريبه عجيبه. شاروخان مزيود في تطوان. اي انا من دوك الناس اللي كيجيو حتى لدقيقه 90 عاد باغيني ماركيو البيت. دابا عاد بديت كنراجع، دائما كتصدق لي، ولكن هذا العام ما عرفتش واش غتصدق لي ولا لا. دابا يلاه سالينا المراجعه. شوف غير الملامح ديالي تعرف بانه كان واحد البرد، واحد البرد كي داير. فغنتحرك دابا المارتيل، غنمشي شي طاكسي وغنمشي بحالي. وهادشي اللي كاين اليوم، اليوم دوزناه نعس ومراجعه. المهم اليوم النهار ما ضاعش خاوي، هادشي اللي كاين. تشوفوا فيديو اخر، تهلا. ونسيت ما قلت لكمش، خليو شي تعليق زوين لتحت ودعيو معايا بالتوفيق. دمتم في امان الله، نشوفوا فيديو اخر، تهلاو.